هتسمي البنت ايه؟ انا هسميها رنا. ماشي، يلا بقى نروح البيت. يلا. ايه ده، البنت الصغيرة دي تعمل ايه هنا؟ معرفش هنعمل ايه. اقول لك ايه، ايش رايك ناخدها ونربيها ونخلي لما تكبر نخليها تخدمنا، يعني بدل ما نرميها كده ونبلغ الشرطة. اصلا يمكن نلجأ مثلا معها. يلا نروح البيت. يلا البيت اللي فين احطها؟ اسمع، في سرير زايد هناك، روح الطابي. منا مش بتستاهل، بس لازم تخدمنا يعني. ماشي، اما بنتنا حبيبتي لازم طبعا تكون جنب سريرنا يعني، فبحطها هنا. مشان نتبع لها مديك تطيح، تصير لي صار انا مش دخلني فيها. خلاص يلا ننام. ماشي، وبعد مرور سنوات صباح الخير. زي كل يوم اصحى او ما انظف. اوف، بس هو انا اللي بنظف كل يوم؟ اصلا ما فيش احد بيساعدني ليه يعني، ولا اختي ولا ماما حتى تساعدني. حتى لو ما نظفت شنها تهزأ. صباح الخير. هتفطري يا حبيبتي؟ اي حاجة. ماشي جلسي. تفضلي يا حبيبتي، ده انا جعانة جدا، هروح اقول لماما. اكل تعطيني اي حاجة اكلها. ماما ممكن تعملي لي الفطار؟ ولي اعمل لك الفطار انتي؟ روحي نظفي. بس انا جعانة جدا. ماشي اصبري، خذي الخبز دي. هو عادي تعطيني سندويش زي اختي؟ لا طبعا، يلا روحي نظفي. هم ليه بيكرهوني كده؟ لما تلومي اصلا ليه بيحبون اختي اكتر مني؟ كأني انا مش من دهم. اذقيت يا حبيبتي؟ جبتي لي ايه؟ خذي اللعبة دي. شكرا جدا ليك، هروح العب بيها. بابا انت جبت لي حاجة؟ زي كل مرة بتطنشوك ولا يجيبوا لي اي حاجة. الله، يرانا لعبتك حلوة جدا، وممكن العب بيها؟ طبعا تفضلي. طبعا تفضلي، شكرا جدا ليكي. يا ماما يا بابا، يا أسيلة خذت مني لعبتي. انا اروح اقول بابا وماما عليكي. ايه بس هي اعطتني اياها، رجعي لها اللعبة بعدين تلي تاخديها. بس هي عطتني اياها، قالت لعبي فيها. عطيني بعدي. بس تفضلي حبيبتي، لا اموت واعرف هما بيكرهوني كذا ليه. يلا نحن رايحين مشوار، ام اتي نظف البيت. هو ممكن تاخدوني انت؟ ولا مرة اخدتوني اصلا؟ لا طبعا، احنا مش عايزينك. ولينا اخدك انتي، بس تقعدي تنظفي في البيت. يلا بسرعة امشي. نننننن، بابا وماما بيحبوني بيكرهوكي. يلا نظفي يا خدامة. انا همشي. بقى هما بيقعدوا يستغلوني كده، انا شكلي اصلا مش بنتهم، انا حتى مش بشبههم. انا شكلي لازم اهرب من البيت ده، مش هقعد انظف كل يوم كده. ماشي خلينا نشوف. سمعتي بتقول ايه؟ خدوني معكو. هي اصلا بس يعني جبناها من هي، بس نحن لقيناها بالشارع، المفروض احنا نربوها. نحن بس لقيناها بالشارع، المفروض تعرف انه احسن من هي تترمي في الشارع. ايوه معك حق، هي قاعد تخدمنا، بس هي مشكلتها مزعجة. بس هنعمل ايه يعني؟ هنرميها مثلا؟ الافضل تخدمنا. اذا اللي سمعته هو انا اصلا مش بنتهم، لقوني يعني في الشارع.
يعني كل ده هما بيستغلوني اني انا اخدمهم. ماشي انا لازم اهرب، انا هرب اروح فين؟ اروح اي مكان، انا مش ما قعدتش عنده. ده انا مشيت كتير جدا، ما اعرفش انا فين رحت اصلا، او انا جعانه، دي الدنيا ليلت. ايه ده؟ هي مين دي لي؟ ده في حادث هنا، انا اتصل بالمستشفى بسرعة. شكرا جدا لك يا حبيبتي، ده انت تبرعت لي بالدم وطلعت نفس فصيلتك، وانت بتشبهيني جدا. عفوا ثواني خليكي هنا. ايه ده؟ هي دي مالها؟ في ايه؟ ده انتي طلعتي بنتي زي ما كنت اتوقع، حتى الدكتورة توقعت. واخيرا لقيت انا بنتك. ايوة يا حبيبتي، دي رموكي بالغلط برا المستشفى. يعني انا اميرة؟ ايوة انا، خليك تعيشي احسن عيشة. انا مش مصدقة. يلا حبيبتي عشان اجيبلك شوية حاجات، لا اجيبلك كل اللي انت عايزة. ماشي. ايه ده مين اللي هناك؟ ثواني، ايه ده انتوا بتعملوا ايه هنا؟ ده احنا فلسنا. ايه ده؟ ايه ده انت ازاي صرتي كده؟ ده انا لقيت مامتي وعرفت اني متبنية، مامتي طلعت اميرة وتستاهلوا، عشان مرتين تستغلوني، ده هو جزاكم. يلا نمشي. ماشي، لو كنا ما عملناش كده كان احسن. لسه يدوب صاحية، اكيد ماما دلوقتي هتيجي تزعقلي امي، ما بلحقش حتى اغسل وشي. نرمين يا نرمين، تعالي بسرعه، يلا بسرعه، اتاخرتي عشان تجهزي الفطار. يلا اصحي، مين قالك نعمل غد دلوقتي؟ ايوه يا ماما، ايوه انا لسه صاحيه، حتى ما غسلتش وشي. خلصي بلا وشك بلا لينا، انت مهما تغسليلي هو كده. يلا عادي يا ماما، وشك جميل قوي. طيب طيب اطلعي بسرعة جهزي الفطار وما تأخريش تاني مرة، فاهمة؟ دايما كده، معرفش حتى اني مني تحت، ليه ما نمشي فوق هنا مقضتها. هو الفطار اتأخر يا ماما؟ ان حاضر يا حبيبتي يا شيرين، بتجهزوا دي اتأخرت قوي وهي نايمة. يلا الفطار جاهز، خلينا نجهز لهم فطار بسرعة، ثواني بس احطه على السفرة. انا مش عارفة ليه ماما تخلينيش انام هنا فوق، بتخليني في غرفة لوحدي تحت، بتضايقني جدا. اقعد اكل يا ماما؟ لا روحي اكنسي، نظفي البيت. اكنس؟ هو كل مرة كده ما افطرش معاكم، وانا اللي جاهز الفطور. يلا خلينا نخلص وحدي، نفطر لوحدي كالعاده، كل مره ما تخلينيش افطر معاهم، مش عارفه ليه. يلا كمان اغسلي الاطباق، بس اشوف اختك الاول محتاجه ايه. وليه هي ما تغسلش معايا وتعمل معايا؟ بقى الجميله دي تغسل بشعرها الجميل. شوفي سرحي شعر اختك وامسحي كويس الارضيات، فهمتي؟ انا رايحه اغير لبسي. وكمان امسح، وده لسه ما فطرتش. سرحي شعري كويس، وليه ما تسرحيش لنفسك؟ انا مش عاوزه اتعب نفسي خالص. بعدين بقى انا الجميله وما اعرفش، احبش اتعب نفسي خالص. ماما قالت كده، تنفذي اللي اقولك عليه وبس، اي حاجه احتاجها تعمليها. خلصي كمان تغسلي الاطباق، كل ده لسه ما فطرتش. انا بحس نفسي شغاله في البيت ده، مش واحده من البيت ده اصلا، كنت تعبت قوي. خلصي خلصي غسيل الاطباق، انت مسحتي الارضيات ولا لسه؟ كمان امسح ليه بس؟ انت بترد عليا؟ يلا مسحي الارضيات، كنيس مش عامل اي حاجه. الله لبسك جميل يا حبيبتي،
دايما جميلة من غضون أي حاجة. أحس إنك أجمل واحدة في كل المدينة. ما أنا عارفة يا ماما، خلينا نسمع التلفزيون شوية، حاسة إني ملانة كده مش عارفة ليه. يلا خلصي امسحي. اوه يا ربي، كل ده جيلي 3 ساعات من ساعة ما صحيت، ولا فطرت ولا لقى وهجهز عشا، حاجة مقرفة. انا عاوزة اعرف هي كمان ليه ما تقومش تنظف معايا او تعمل اي حاجة. انا زهقت قوي يا ماما من شغل البيت، وهي ما بتعملش اي حاجة غير انها قاعدة كده عاملة لي فيها امير. عليش يعني انت بقيتي ترد على اختك كتير، فاهمة كيف؟ انت مش شايفاها ده كأنها اميرة، شوفي جميلة ازاي وشعرها الذهبي ده، محدش عنده منه 2. وايه شعرها واني لما هم تكون انسانة. انا زهقت بقى من كل حاجة. زهقتي؟ انت لازم تتربي اليوم في المطرة دي هتنامي برا عشان تحرمي تكلمي اختك بالطريقة دي. يلا تعالي معايا. ازاي انام برا؟ انام برا ازاي؟ قلتلك يلا تطلعي برا وهتنامي برا. يا ماما الجو مطرة. اطلعي. كيف بس انام برا في البرد ده والمطرة؟ قلتلك اطلعي تسمعي الكلام وخليكي بقى عشان تمن مرة ترد على اختك. كل ده عشان قلتلها كلمتين، قلتلها قومي اشتغلي معايا. انا مش مصدقه ماما تعاقبني بالدرجة دي، وبردانة قوي والمية باردة جدا، كيف تسيبني تحت المطرة في الوقت ده؟ هعمل ايه دلوقتي؟ اعمل ايه بس؟ خلينا الدرة هنا شوية، يعني هسيبني طول الليل برا البيت؟ انا مش مصدقة اروح فين، بس معرفش اي مكان تاني. اعمل يا ربي اعمل ايه؟ مش عارفة ليه بتعاقبني على الاقل شيء وكل شيء، وانا ما عملتش اي شيء اصلا. خليني قاعدة هنا شوية ما اشوفها. ايه ده انت زي واقفة في المطر كده؟ تعالي معايا. ليه تقفي تحت المطر؟ ومزاجي، ماما طردتني عشان اختي. انا مش مصدق. طب تعالي معايا واحكي له كل حاجه. تعالي. متشكره قوي على المشروب الساخن ده، دفني شويه. انا مش مصدق ان مامتك تعمل فيكي كده وتعامل اختك بالطريقه التانيه. قوم سيبك منها، انت هتقعدي معايا هنا؟ انا قاعده لوحدي اصلا وبحس بالملل احيانا، ولو تفضلي تقعدي معايا على طول يكون افضل. طبعا اقعد معاكي، ده انا ما صدقت. طب خلاص اوضتك فوق وبعدين هنشوف هنعمل ايه. متشكره قوي، انت طيبه قوي. كويس ربنا عوضني بست طيبه قوي عايش معايا. احسن بقى، كنت ماما دايما بتعاملني بطريقه مش كويسه. يلا بقى خلينا نام شوية عشان حاسة. انت يا ماما ليه مشتيها؟ من اللي عمل شغل البيت؟ انت عارفة ان عمري ما اعمل شغل البيت لو كان ايه، ولا احط ايدي في المية ولا اغسل اطباق الحاجات من دي ابدا. ما تخافيش يا حبيبتي، هعمل انا مش هخليك تعملي حاجة حتى لو اجيبلك شغالة. بس مش عارفة هي راحت فين، بتختفي بطريقة غريبة. كنتيش تردتيها، ما انت عارفة ان احنا محتاجينها يا ماما في شغل البيت. الله سندوتشاتك حلوة يا حبيبتي، بس مش عايزاكي تتعبي نفسك. لا ابدا انا متعودة. بقولك ايه، ده انا بصي لقيتلك مسابقة ازياء حلوة وخليكي تشاركي فيها. ماشي، وهاخدك معايا دلوقتي للصالون. انا اشارك في مسابقة ازياء؟ طبعا، هما تلبين نفس مواصفاتك بالظبط ولون شعرك وكل حاجة، عشان الفساتين بتكون مناسبة عليها، فساتين بيضة وكده يعني، ولو نجحتي هتبقى مشهورة جدا. اعملي لها احلى تسريحة. ما تخافيش ده انا هظبطها دلوقتي، هخليها تسريحة جميلة جدا واعمل لها ميك اب هيكون جنان. ثواني بس وهتشوف التسريحة ده، هي شعرها اتجنن، ناعم جدا ناعم بطريقة بص ازاي، هيكون نازمة مع الفساتين البيض. برافو عليكي، التسريحة دي عجبتني. ممكن بقى تعملي لها ميك اب؟ هعمل لها احسن ميك اب دلوقتي، هيكون مناسب مع عرض الازياء ده، شكلها هتكون مشهوره جدا. ابقى اذكر اسمي بعد كده ان انا اللي بعمل لها الميك اب وكل حاجه، واستمر معاها اكيد طبعا.
أنا مش مصدقة. نرمين أنت بقيتي تجنني والفساتين طالعة عليكي تجنن. يلا بقى عشان تبتدي العرض بتاع الأزياء وتأكدي إن ده كان جحي. كل الفساتين اتباعت يا دربين، بجد الشركة مبهورة من عرضك وكلها بقت جميلة قوي، وانت بقيتي مشهورة. بجد انا مش مصدق كل ده بفضلك، انت اللي ساعدتيني، انا مبسوطة جدا بجد مش مصدق خالص. شفت ازاي صورها في كل حتة؟ ايوة صورها في كل حتة. لازم يا ماما، اكيد معاها فلوس كتير جدا. هنعمل ايه دلوقتي؟ لازم نرجعها ونحاول نرجعها بأي طريقة. يلا هو انا عاوز الفلوس دي عشان اشتري كل حاجة. انت بس جيالي عشان ببيت مشهورة؟ ما بعد كده كنت تعملي خدامة، ولا محتاجاني خدامة لبنتك تاني؟ انتوا قلت بس عاوزين الفلوس اللي معايا، هو دي بقى هدفكم وبس؟ عن اذنكم هي دي بس الانسانة اللي بحبها. احسن انت مامتي وهكون معاكي على طول. شاطرة شاطرة يا حبيبتي يا ميلا، ده انت بتعرفي كل حاجة في الكمبيوتر. برافو 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 بجد، انا متفاجئ بيكي. وانا يا بابا على فكرة انا بعرف كل حاجة، وبعرف كل حاجة على الكمبيوتر. برافو عليكي يا حبيبتي يا ميلا، وانت محدش سألك على رأيك. يلا بسرعة عشان تحطي الاكل على السفرة، الاكل عندك جاهز في المطبخ، جهزي السفرة يلا عشان ناكل. روحي. هو انا بس بحط الاكل وهي ما بتعملش اي حاجة بس يدللوا فيها؟ خلاص حطيت الاكل يا ماما. يلا يا حبيبتي يا ميلي كلي. يا بابا هو ممكن العب كمان على الكمبيوتر؟ مش مهم اساسا تلعبي ولا لا. يلا يا حبيبتي يا ميلي كلي، خلصي اكلك كله، انا عاوزك تكبري بسرعه. ما هي كبيره اهي، انت شكلك تدخلي في الكلام كتير. يلا امي بسرعه بعد كده تغسلي الاطباق بعد الاكل، فهمتي؟ يلا كلتي امي بقى عشان تغسلي الاطباق. طيب حتى الاكل مش عارف اكله، هما كل حاجه يحملوها ليها بس ويهتموا بيها ليه؟ بيحبوها اكتر مني ليه؟ هاتي كوبايه الشاي يلا وروحي شوفي شغلك في المطبخ عشان هنلعب مع ميلا حبيبتي. وليش ما اقعدش معاكم هنا؟ روحي اغسلي الاطباق، ما تاخريش في الكلام. انتوا كل مره ما تسمعيش الكلام، كل مره انا اعمل اطباق واعمل كل حاجه في البيت وهي تدللوا فيها بس. انت كلامك كتير. يلا يا ليان روحي. كل حاجه انا عاملها، هما بس قاعدين يلعبوا معاها طول الوقت ويهتموا بيها، ما اعرفش ليه. خلصت كده حاجات المطبخ ونظفت المطبخ، لازم اكافئ نفسي. الشوكولاتة هيرش اللي انا بحبها، احسن شوكولاتة في الكون كله. خليني بقى اخد، كل مرة ما باخدش خالص. ماما الحقي الشوكولاتة بتاعتي. هاتي، انت ازاي تيجي عند شوكولاتتي؟ انت ازاي تيجي الشوكولاتات كلها دي بتاع الميلة بس؟ اما انت لا ما تاخديش شوكولاتة، خدي لك اي حاجة تاني، تفاح ولا اي حاجة. بس انا ما باخدش شوكولاتة خالص ونفسي فيها. حطيها، لا اديها لاختك ويلا اطلعي فوق. مش مصدق كل حاجه مره، حتى الشوكولاته كلها ليها. ليه بس؟ ليه بس كل حاجه ليها؟ ايه ده، انت ازاي تشخبطي على الواجب بتاعي؟ ايه سيبي ده، انا شكلي هضربك. ليه تيجي عند حاجاتي؟ ماما يا ماما ضربتني. انا ما ضربتكيش يا كدابه. يا ماما الحقيني. انت ازاي تضربيها؟ ما ضربتهاش يا ماما، شخبطت على الواجب بتاعي. انت نهارك اسود، ده هقول لك هعمل فيك ايه. ده تروحي اسبوع عند جدتك. جدتي لا انا ما بحبهاش. عقاب ليكي، بدل انت ما بتحبش اختك وحقوده عليها للدرجه دي. لازم تتربي. يلا خدي ملابسك وتروح عند جدتك لمدة اسبوع، ده عقابك. لا يا ماما ارجوكي، مش عاوزة اروح عند جدتي، ما بحبهاش خالص. يا ماما ما فيش ماما. يلا قدامي، يلا روحي.
اسبوع كامل عند جدتك عشان تتعلمي تتعاملي مع اختك ازاي. مستحيل اروح عند جدتي، انا محباش خالص. اروح فين بس دلوقتي؟ مفيش مكان اروحه خالص. ليه ماما كده؟ كل ده عشان الزفتة اللي اسمها ميلا؟ اعمل ايه دلوقتي؟ اروح فين؟ ايه ده؟ انت واقفة كده يا شاطرة بشنطة ملابسك ليه؟ اصل ماما مشيت من البيت. ليه بس؟ طيب ايه رأيك تيجي معايا؟ يا ريت، انا عاوزة اشتغل. عندك شغل؟ بصي انا عندي محل تيكاوي يعني وجبات سريعة، تحبي توصلي بالدراجة بتاعتك؟ عديكي دراجة جميلة وردي توصلي بيها وتاخدي فلوس كويسة جدا. ايه رأيك تحبي تشتغلي معايا الشغلة دي؟ كات؟ طبعا انا بحب الشغل جدا، ده انا بشتغل في البيت شغل زي الحمارة. يلا تعالي معايا هوريك المطعم. هنا فين؟ في الشارع ده، هو كله توصيل دليفري بس، وانا بعمل حاجات دي بنفسي وهتوصلي وهعديكي طبعا الراتب. متشكرة قوي، هوصل حالا. ده شكل الاكل جميل قوي، ده الشغل هي بتعمله بنفسها. يلا اول اوردر هروح اوصله. صاحب الاوردر عطاني فلوس زيادة، قال لي دي ليكي. ياه، ده انا كده هيبقى معايا فلوس كتير جدا، مش مصدقة عطاني مبلغ كبير. بصي صاحب الاوردر عطاني فلوس زيادة. بصي يا حبيبتي اي فلوس زيادة فهي ليكي، انت بس هترجعي قيمة الطلب بس. بجد يعني الفلوس ده كلها ليا؟ ايوة يا حبيبتي كلها ليكي، حوشيها طبعا. شكرا قوي، كنت فرحانة كل معي فلوس كتير واشتريت البيت الصغير ده من شغلي. واو، اخيرا ويكون عندي مكان بقى اذاكر فيه براحتي وانا فيه براحتي ومطبخ صغير والبيت ده بقى ملكي. انا مش مصدقة ان عندي بيت ملكي دلوقتي، كنت انا فرحانه قوي واستمر في الشغل ده، انا حبيته حبيته بجد. مع الست دي اكلها جميل والدليفري اتجنن، وهكمل دراستي واشتغل كل حاجه. هي هي ها تيتو توتي يا بنتي، حرام عليكي باباكي لسه متوفي وانت بس قاعده ترقصي قدام الموبايل 24 ساعه. عادي يا ماما خليني اتصور، انا خايفه اموت ولا تزعلي عليا. تيتو يا بنتي خلاص كفايه تصوير طول النهار كده ولا بتذاكري ولا اي حاجه. خلينا اصور. يلا كمان هكمل الرقصه دي. واو جميله تيتو تيتو، واو جميله. اه في ايه؟ حاسه ان تعبانه شويه. اه بطني. ماما كفاية كده كفاية رقص، حاسة اني تعبانة. اه بطني، الحقيني يا ماما الحقيني يا ماما بسرعة. اه ميلا ميلا انت فين؟ ايه ده انت متلقاها على الارض كده ليه؟ ميلا رد عليا يا ميلا. هي عندها ايه يا دكتورة؟ طمنيني ارجوكي، هي عندها ايه بالظبط؟ هي عندها مرض، بس المرض ده بتشفى منه ما تخافيش، بس محتاج، هي عندها مرض بس مش خطير يعني، بس لازم تتعالج منه، وتكاليف العلاج حوالي 100,000، لازم تدبريها بسرعة عشان تبتدي كورس العلاج، لأن العلاج ده مش تبع الحكومة، هتيجي تشتريه على حسابك. 100,000؟ ده باباها لسه متوفي والمعاش حتى ما سويناهش، مش عارفة اجيبها منين. يعني ما ينفعش تعملوها على حساب المستشفى خالص يعني؟ أي محاولة؟ للاسف يا فندم ابدا، لازم انت تجيبي التكاليف لان العلاج ده كله هنجيبه من بره، ولازم تبتدي كورس العلاج بسرعه عن اذنك. يعني انا كده هموت يا ماما بدل ما فيش فلوس علاج؟ لا لا يا حبيبتي اهدينا منتي، انا هتصرف. جيبها منين بس؟ الدكتوره طبعا جبت لها الدليفري اللي بتحبه. اهلا يا ليان، نورت المستشفى طبعا على الحساب. طبعا يا دكتورة، مع السلامة. بحب قوي الدكتورة دي. ايه ده ماما؟ ماما انت ليه بتعيطي؟ ليان انت فين يا حبيبتي؟ ابدا، اصل اختك عيانة ومحتاجة مبلغ كبير. بس كده ما تعيطيش، انا معايا فلوس كتير. انت معاكي فلوس؟
وهتديها لنا بعد اللي عملناه فيك يا حبيبتي. ايوه يا ماما، انا مش مصدقه انك تعملي كده بجد بعد كل اللي عملتي معاكي. انت كمان تساعدينا؟ ايوه طبعا يا ماما، مستحيل اسيبكم. انا هدفع المبلغ للدكتوره حالا، واختي هتبقى كويسه ما تقلقيش. شكرا لك قوي يا بنتي، انت احسن من اي حد في الدنيا كلها. طبعا يا هيليان، بدل اختك هنهتم بيها ما تخافيش. وخلاص المبلغ اتسدد، هبتدي معاك كرسي العلاج حالا، وكلها كام يوم هتبقى كويسه. متشكره قوي يا ليان. متشكره يا حبيبتي، انا بجد بنتي بقت كويسه، لازم بقى تيجي تعيشي معانا. واوعدك اني مش هفرق بينك ابدا، وهتكوني وهعملك كويس قوي يا حبيبتي. بس ارجعي، احنا اسفين قوي، متاسف لك جدا. انا اسفه كمان يا ليان، كنت بعملك وحش وبعمل فيكي مواقف وحشه، ارجوك تسامحيني، انت انقذت حياتي. مش مشكله، اهم حاجه انك كويسه، واكيد طبعا هاجي اعيش معاكم، وكمان هكمل شغلي ودراستي، انا بحب الشغل ده قوي. برافو عليك يا بنتي، انت فعلا مجتهده.